بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. شعب السودان الصابر الصامد، وهنئكم بالذكرى 68 لاستغلال المجيد، كما نهنئ الأخوة في الطائفة المسيحية بأعياد الميلاد. تأتي هذه المناسبات والسودان يعيش أسوأ أزمة في تاريخه، وشعبه يعاني، يواجه ظروفا إنسانية استثنائية. لقد دخلت الحرب المفتعلة المدمرة شهرها التاسع، حيث تمكنت قوات الدعم السريع الباسلة من تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة وواسعة. بفضل الله كانت دليلا على كفاءتنا القتالية العالية، وبيانا عمليا لالتزامنا بقضايا الشعب العادلة. وعهدنا إلى شعبنا أن تنتهي هذه الحرب إلى صالحه قريبا، وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز. شعب السودان العظيم، إن قوات الدعم السريع الباسلة مصممة وغادرة على ملاحقة الانقلابيين المستنفرين الذين يدقون طبول الحرب أينما وجدوا في بلادنا. بعد 9 أشهر من الانتصارات العسكرية المتواصلة وهزيمة العدو في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة، يجب عليهم الإقرار علنا بأنهم قد خسروا هذه الحرب وفشلوا فيها، وعليهم التوقف عن الاستنفار والقتال وتدمير البلاد والتمهيد لإنهاء الحرب ودع عملية سياسية. لقد أنتجت هذه الحرب أزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى، أبرزها الأوضاع الإنسانية السيئة والانقسام الاجتماعي، وما صاحب ذلك من خطاب الكراهية وإثارة النعرات والفتن العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان وتوقف الإنتاج والإنتاجية في معظم أنحاء البلاد وتدمير البنية التحتية الأساسية وانهيار حكومة الأمر الواقع التي كانت تدير البلاد بعد انقلاب 25 أكتوبر. مع استمرار الحرب وتحقيقنا للانتصارات المتواصلة على الانقلابيين وازدياد الأزمات الناتجة عنها، فإن السؤال الذي يدور في أذهان السودانيين هو أين نتجه من هنا، وما هو مستقبل السودان؟ والإجابة على هذا السؤال من جانبنا، فإننا نجدد ونؤكد للشعب السوداني والعالم الآتي: أولا، أننا أجبرنا على خوض هذه الحرب بسبب التزامنا الصارم الصادق بالعملية السياسية التي كانت سوف تقود لحكم مدني والانتقال لبناء سودان جديد قائم على قيم الحرية والعدالة والسلام، وهي قيم لا يمكن تحقيقها إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي تكون السلطة فيه قائمة على الإرادة الشعبية. وكما أكدت في مناسبات عديدة، فإن هدفي الوحيد هو إقامة السودان الديمقراطي ينام بالسلام، ونحن على استعداد لتقديم أي تضحيات من أجل تحقيق هذا الهدف. ثانيا، بعد 9 أشهر من القتال نجدد تمسكنا بالحكم المدني وبناء وتأسيس سودان على أسس عادلة، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي والحرية والوحدة الوطنية في بلادنا. إن الطريق إلى مستقبل مشرق لبلادنا العزيزة يمر عبر إنجاز التغيير والتحول، ويجب أن يكون هذا التحول ديمقراطيا واقعيا مستداما. لا نريد تكرار أخطاء الماضي، ونحن نعلم أن هذا هو طموح شعبنا وهو أيضا طموحنا. لذلك علينا كقادة سودانيين أن نحقق هذا الطموح، وهنا نؤكد أننا نسعى للتغيير وضمان احترام إرادة الشعب، وليس الوصول إلى السلطة بالقوة كما يروج لذلك الانقلابيين. لو كان هدفنا هو السلطة أو الاستمرار فيها لتحالفنا مع قيادة الجيش التي تعادل التغيير. ثالثا، قوات الدعم السريع لا تنوي ولا ترغب أن تكون البديل للجيش السوداني الذي تم تدميره بالتسييس والمحسوبية والفساد، لكننا نؤكد ونتمسك بمبدأ تأسيس جيش جديد مهني وقومي لا يتدخل في السياسة ويخضع منذ اليوم الأول لتأسيسه لسيطرة الرغابة المدنية. أسمح لي أن أذكر بحقيقة أساسية، وهي أن السودان ملك للسودانيين، لا يوجد مواطنون درجة أولى والآخرون درجة ثانية. لذلك فإن تصرف البعض كأنهم يملكون السودان لن يحقق السلام ولا الاستقرار لبلادنا. رابعا، انخرطنا في التفاوض منذ اليوم الأول في منبر جدة، وأكدنا موافقتنا والتزامنا بمخرجات اجتماع رؤساء الإيجاد، رؤيتنا أن هذه المفاوضات لا ينبغي لها أن تدور حول أجندة
أو مجموعة بعينها وترتكز على تحقيق مستقبل السودان، ويجب أن تؤدي إلى حل شامل يضم جميع السودانيين. ندعو القوى المدنية والديمقراطية الحقيقية وقادتها الذين أثبتوا أنهم مع إنهاء الحرب وبناء الدولة الجديدة القائمة على إنقاذ الحقبة الاستعمارية الوطنية القديمة يتخذوا خطوات جدية من أجل الانخراط في حوار ينهي الحرب ويقود إلى تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب. سوف يكون الطريق هذه المرة معبد لبناء دولة سودانية جديدة خالية من هيمنة النخب ومخططاتهم ومكايدتهم المعروفة لإفشال كل خطوة نحو التحول إلى نظام سياسي ودستوري جديد في السودان. المواطنون الأعزاء، نحن في قيادة قوات الدعم السريع نعبر عن بالغ وعميق أسفنا وحزننا لأهلنا المطيبين على الانتهاكات الواسعة التي وقعت بحقهم خاصة في ولاية الجزيرة. لقد بذلنا في الأيام القليلة الماضية جهودا مكثفة ومتواصلة من أجل السيطرة على المتفلتين وهم لا علاقة لهم بالدعم السريع، وسوف نستمر في ذلك من منطلق مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية. المتفلتون هم عدو لنا تماما كالعدو الذي نحاربه منذ 15 أبريل، كما سيطرنا عليهم في ولاية دارفور التي تنعم الآن بالأمان والاستقرار، سوف نسيطر عليهم في ولاية الجزيرة ونحاسبهم ردعا لهم وتحقيقا للعدالة الناجزة عبر المحاكم والتدابير الإدارية واللازمة. وإنني أجدد اليوم بهذا الخصوص أوامرنا وتعليماتنا المستديمة لكل قواتنا في مدينة مدني والجزيرة لحماية المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وندين القصف العشوائي بالطيران وقتل المدنيين، ومجزرة نيالة ليس ببعيد. شعبنا العظيم، إن انتشار خطاب الكراهية والعنصرية ينذر بخطر ماحق يهدد الوحدة الوطنية التي أضعفها الانقلابيون بسياستهم التقسيمية. إن القتل على أساس العنصر أو اللون أو الجهة في بعض مناطق السودان ينبغي أن يتوقف فورا، فالدم السوداني واحد ومصير السودانيين جميعا مهما اختلفوا مصيرهم واحد. إذا لا يوجد سوداني شمالي وسوداني جنوبي أو سوداني غربي وسوداني شرقي، إنما يوجد سوداني واحد وشعبي واحد هو الشعب السوداني. الصراع الدائر في بلادنا الآن منذ عقود هو ليس صراع بين غرب السودان وشمال السودان، ولا صراع بين جنوب السودان ووسط السودان. الصراع في بلادنا هو صراع بين القوى المعادية للحرية والديمقراطية وبين الشعب السوداني الذي يناضل من أجل السلام والاستقرار والحرية. هو صراع بين السودان القديم الذي لم ينتج سوى الحروب والتشرد والتدهور في جميع مناحي الحياة، والسودان الحديث المتطور الذي سوف ننعم فيه بالسلام والاستقرار والأمن والازدهار. لذلك ندعو الجميع للتركيز على الطبيعة الحقيقية والتصنيف الصحيح لهذا الصراع، وقف الخطابات العنصرية والجهوية التي تضر بنا جميعا وتطيل أمد الحرب وربما تشمل حروب أخرى في المستقبل. وفي الختام نكرر دعوتنا للمجتمع الإقليمي والدولي للتفكير بتفاؤل في صراعنا ونضالنا الذي ندفع دماء عزيزة ثمنا له، ولذلك بالنظر إلى المستقبل الجديد للسودان بعد تحقيق السلام سلام حقيقي بمعالجة الأسباب الجذرية للحروب ومساعدته في استعادة مكانته الدولية وبناء نظام سياسي جديد يمثل كل السودانيين ويعكس طموحاتهم وتطلعاتهم. فالسودان القديم الذي ظل ينتج الحروب على مدى 70 سنة ليس له جديد يقدمه، ولن ينتج إلا المزيد من الحروب المدمرة. إننا نجدد لكم لشهدائنا الأبرار بأننا لن نتراجع أبدا عن التزامنا بالعمل والكفاح من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة التي قدمنا من أجلها، ولا زلنا نقدم دماء عزيزة وتضحيات عظيمة. سوف تجرى الشمس في بلادنا رغم الظلام الدامس الذي نعيشه، وسوف نؤسس ونبني معا سودان العدالة والسلام الذي لا يضام فيه أي إنسان أو يظلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.